أهلا بكم. إعادة العقارات إلى أصحابها والأحوال الشخصية والعفو العام والخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، كلها قوانين على جدول أعمال الأحد المقبل. جلسة يراها البعض قائمة على المساومات وآخر يكحلها بالتفاهمات، وما بينهما ينادي بمقاطعة الجلسة ما لم يكن انتخاب الرئيس أول أعمالها. والسؤال الأهم، هل ستعقد أم ستعقد؟ هل ستمضي أم ستؤجل؟ مشاريع قوانين وصلت لفيصل التصويت ولم تحظى بالإجماع، معرقلات سياسية وأخرى مكوناتية، وما بين الاثنين نواب يخشون من انقلاب التوازنات بالمعادلة الانتخابية. قوى كردية تنتظر إعادة العقارات، وقوى شيعية تنادي بالتصويت على قانون الأحوال، والسنية تترقب العفو العام. أما المجاهدين فينظرون إلى قانون الخدمة والتقاعد علّه ينصف تضحيات عقد من الزمن. فهل سيكون النواب على قدر التحديات واجتياز الامتحان الأصعب؟ أم أن التدخلات والمقاطعات ستعرقل المسيرة التشريعية في البرلمان؟ وفي حصاد الأيام لا نطرح الأسئلة ونتركها بلا جواب. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي في الاستوديو الباحث في الشأن السياسي السيد حيدر المساوي. مرحبا بحضرتك. بجنابك. والخبير القانوني الأستاذ عباس العقابي، مرحبا بحضرتك. على أمل أن ينضم معنا أيضا عبر سكايب الشيخ مزاحم الحويت، أحد شيوخ المحافظات الغربية. أرحب بكم سيد حيدر. أسألك بداية بلغة القوانين المدرجة على جدول الأعمال. اليوم حتى المواطن لما ينظر يشوف أنه يعني كأنه موضوع مساومات، اتفاقات. لما نشوف قانون يخص المكون الكردي، وقانون يخص المكون الشيعي، وقانون يخص المكون السني في جلسة واحدة، واضحة للعيان أنها اتفاقات ومساومات. كيف تنظر جنابك من الجانب السياسي إلى هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا لك، تحية لك وإلى ضيفك الكريم وإلى متابعي قناتكم الكريمة. يعني هذا طبيعي يعني جدا في ديدن الحياة السياسية في العراق ما بعد التغيير. يعني كما تعلم أن العملية السياسية هي يعني أنشئت على أساس التوافق والتوافقات والتفاهمات السياسية، وبالتالي يعني أغلب مشاريع القوانين يعني تقريبا في جميع الدورات البرلمانية السابقة جزء كبير منها كان يتم بهذه الطريقة. سيدي يجي واحد يقول شلون البرلمان المفروض يكون عنده إرادة ويكون عنده رأي آخر ومختلف، وهم ممثلي ناس انتخبتهم، بالتالي لازم يراعون الصالح العام إلى آخره. نعم، هو أكو مراعاة أيضا للفئات الاجتماعية وتمثيل المكونات، لكن كما تعلم أنه عادة لغة الأرقام هي حاكمة على جميع أعضاء مجلس النواب، بالتالي أي مشروع قانون يتم التصويت عليه يحتاج بلغة الأرقام إلى أغلبية. نعم. وبالتالي حينما لا تتوفر هذه الأغلبية
تحتاج هذه الجهة السياسية أو الطرف السياسي أن يمرر مشروع قانون إلى التفاهم مع شريك آخر. هذه الأغلبية تتحقق بالتفاهمات أو المساومات؟ يعني بالنهاية نحن بلد مكونات، وعندما نتحدث عن يعني أفق الحياة السياسية وتشكيل النظام السياسي منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، باعتقادي يعني دعنا نتحدث يعني من حيث الواقع، يعني نحن نتمنى شيء. يعني أنا على المستوى الشخصي مثلا بعض الأخوان يقولون لماذا مثلا يطرح أحيانا أن يكون منصب رئاسة الجمهورية يناط بالكرد، في حين أن الكرد مثلا بعيدين نوعا ما، يعني لا يوجد هنالك تواصل من قبل منصب رئيس الجمهورية مع الشارع مع الميدان، لا نراه ينزل للميدان كثيرا إلى آخر من الأمور. لكن بالنهاية هذا هو الواقع الموجود. دولة أقيمت على أساس الرؤوس الثلاث التي الركيزة التي تستند إلى ثلاث رؤوس: منصب رئاسة الجمهورية إلى الكرد، ومنصب رئاسة البرلمان إلى السنة، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة. وهذا بطبيعة الحال هذا هو عرف يعني، ولذلك لم تتمكن الأطراف السياسية في وقتها في كتابة الدستور من أن تشترط هذه الصورة لشكل النظام السياسي، لأنها بصراحة هي مخالفة. يعني عادة في النظم البرلمانية، وهي تعتبر من أكثر النظم المتقدمة في تشكيل الحكومات يعني على مستوى العالم، عادة الأغلبية هي تكون الحاكمة وتكون هنالك معارضة، وينطلق من الأغلبية تشكيل الأسماء، يعني إذا كان منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أو رئيس برلمان. احنا عندنا الموضوع مختلف تماما، احنا اشبه بتجربة تشكيلة النظام السياسي في لبنان، يعني تقريبا هناك ايضا نفس الصورة، انه رئيس الجمهورية يكون لازم مسيحي ماروني، ورئيس البرلمان يكون عربي شيعي، ورئيس الوزراء يكون عربي سني. وهذا الحال هو نفسه في العراق. بالتالي يعني بلغة المساومة، عندما نتحدث عن مفردة المساومة ومصطلح المساومة، نحن نتحدث بهذا المصطلح. القوى السياسية لا تتحدث ببراغماتية ومنفعة ومنفعية الفكرة، عندما يريد مثلا المكون الشيعي يريد إقرار قانون الأحوال الشخصية، وبالتالي عندما لن يصوت على قانون يخص الكرد، وأنا أتحدث في قضية جزئية العقارات التي في كركوك وهذه المشكلة الأخيرة التي طرحت، وتأجل موضوع الأحوال الشخصية يعني لأكثر من مرة بسبب هذا الموضوع، وكذلك موضوع العفو العام يعني الذي هم يروجون له القوى السياسية السنة، وكأنه خاص بالقوى السياسية السنية وعن من بعض الكثير من المعتقلين الشيعة. شوها بكل صراحة بيقول لك ماكو عفو عام، ماكو قانون أحوال شخصية. لا هو ما هي الأمور ما توصل لهالمرحلة لسبب بسيط، لأنه هنا إذا أريد نتحدث بلغة الأرقام، خو القوى السياسية هنا الشيعية، إذا أردنا نتحدث بلغة الأرقام عفوا، هم الأغلبية قادرين على تمرير قانون الأحوال الشخصية، لكن يحتاجون إلى نوعا ما نستطيع أن نقول يعني تفاهم أو توافق، وإعطاء رسالة يعني إلى أطراف متعددة على المستوى الإقليمية، على مستوى حتى ما شاء الله البعثات والاتحاد الأوروبي وكلها اللي تدخلت بهذا القانون وقلبوا الدنيا علينا من ذاك اليوم لهذا اليوم، لمجرد أنه إحنا نريد نسوي لنا مدونة اختيارية همينة، حتى مو إجبارية، تتحدث عن أحوال المذهب ومذهب معين، المذهب الشيعي، يعني حتى لا قانون مثل الأقلية بالكويت الشيعة اللي عندهم محاكم وعندهم قانون، ولا مثل اللي سبقونا بالسنوات، ولا مثل البحرين اللي سبقونا بالسنوات، ولا مثل بيروت اللي عندهم محاكم جعفرية وهم الشيعة أقلية، وإحنا ما شاء الله أغلبية، وصار لنا 20 سنة وما قدرنا نقر نفسنا قانون ينظم أحوالنا الشخصية، يعني باعتبار أنه نعتقد من الناحية الشرعية أنه يفترض أن تنظم أحوالنا بناء يعني اعتمادا على أساس الفكر القرآني والشرعي ومن المذهب الإمام الصادق، باعتبار نحن يعني ننتمي إلى هذا المذهب، وشفت الجدل والهوسة اللي صارت. فبالتالي
أنه ارتأت عدد من القوى السياسية الشيعية أنه تجامل عدد من الأطراف بكل صراحة بما فيها الأطراف الكردية في هذه الجزئية. ما أعتقد أكو ربط بين الأحوال الشخصية والعفو العام يعني إنصافا يعني هذه شوية مو دفاعا عن أحد، ما أعتقد أكو ذاك الربط لا، لكن أكو تفاهم مع بعض القوى بهذا الخصوص. وبالتالي ما ربط راح يربطوها حتى ب لا لا اختيار رئيس مجلس لا 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 أكو اشتراطات. شوف راح أعطيك فد معلومة، أكو اشتراطات أساسا من عدد من الأطراف الشيعية وداخل الإطار التنسيقي وحتى عدد من القوى المستقلة أنه أنتوا لا تفكرون أنه هذا القانون يعني من يريد إحنا نسوي نريد نسويه على مود القوى السياسية السنية. إحنا عندنا كومة مشكلة التسويق والترويج الإعلامي لهذه الفكرة، والأستاذ محامي أفضل من عندي بهذا المجال، أنه كل الموجودين داخل السجون هم سنة، وهذا مو صحيح. ليش هو العفو العام بس راح يتحدث عن قضايا المعتقلين والإرهاب وغيرها؟ لا، راح يتحدث عن قضايا أخرى، عن دعاوى أخرى. الأغلبية هم شيعة أصلاً. لا هي المساومات مو على أصل القانون. اسمح لي. على لا تفاصيل لا القانون. تفاصيل القضايا الجنائية. إيش قد إحنا عندنا ناس مسجونين من الشيعة؟ ليش؟ إيش قد عندنا ناس اليوم موجودين معتقلين خاصة من الإخوة التيار الصدري بتهمة الضرب والاستهداف القوات الأمريكية من ذاك الوقت لهذا الوقت؟ خب ذولا عددهم هواي. لا خلا حد هنا المساومات ممكن تكون على المخبر السري، ممكن تكون على المنتمي، ممكن تكون على المشارك، ممكن تكون على حبيبي. هم لا دا يتحدثون عن فكرة معينة. الاختلاف هنا الاختلاف هي قضية أنه إعادة التحقيق الأولي، وهذا ما يصير. ليش؟ لأنه إحنا ما نروح يعني لأقصى اليمين بال 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 مثل ما نريد نجامل طرف معين. أوكي تعدك مظلومية أنا أتفهم هذا الوضع، بس أنا عندي تقريبا بحدود أكثر من 12,000 الإحصائيات تقول من الذين صدر بحقهم حكم تنفيذ الإعدام، هذولا مروا بفلاتر كوما يلا وصلوا إلى هذا القرار لمدة سنوات. فبالتالي من أنت تجي تقول لي ذول 12,000 أنا من جديد لازم أروح أعيد التحقيق وياهم الأولي أو الابتدائي، لا مشكلة كبيرة هاي ما تصير طبعا، لأنه هذا الحكم مالتهم اكتسب الدرجة القطعية حتى فيما يخص قضية التمييز هم مميزة هاي القرارات. وبالتالي ما يصير انه انت تريد تفرض علي فشرط تعجيزي، وانا بالنهاية هنا مو قاضي. اني هو شنو عضو مجلس النواب؟ هو عضو مجلس النواب شو يريد يسوي؟ هو رجال منتخب عضو برلمان، يعني عنده وظيفتين رقابة او تشريع، بالتالي هو ما يقدر يروح باتجاه انه والله يطلب من مجلس القضاء الاعلى والله يا مجلس القضاء الاعلى حتى احنا نتفاهم سياسيا ونتوافق وحتى يمشونا بعض القوانين، تعالوا عيدوا من جديد قضية المحكومين الصدر بحقهم تنفيذ اعدام. هذا مو صحيح. هذا احنا عندنا مجلس قضاء سلطة كبيرة وسلطة مستقلة هي تحدد هاي الامور، وبالتالي حتى قانون العفو العام ليش ايش عبالك يعني من يناقش؟ ما راح تركون ماكو مشاورات يعني مع مجلس القضاء الاعلى؟ يعني هيك قوتر مثلا تمور؟ هاي امور حساسة وامور مهمة. خلينا نتحدث عن ناس اكو مجرمين بالمقابل بالكفة الاخرى اكو ناس ايضا مظلومين، واحنا معاكم نتبنى الدفاع عن المظلومين. قضية المخبر السري مو احنا اوجدناها، وهاي الحكومات المخبر السري من اوجد هذه السنه هم الولايات المتحده الامريكيه لمدى سنوات طويله من كانوا هم يحكمون بالدوله العراقيه. ليش ومن اوجد هذه القصه؟ مو نتذكر احنا كل الزين بعد 9 نيسان من كانوا يريدون يطبون على اي شخص يجيبون وياهم مترجم لو احنا كنا غلطانين؟ خب هذا شغل المخبر السري اللي يتحدث اكثر من 12,000 محكوم كما ذكر استاذ حيدر. يعني ما اعرف انا هاي الاحصائيات اللي هل 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 من الممكن إعادة محاكماتهم من جديد من الجانب القانوني بالنسبة للمكتسب الدرجة القطعية والمميز والمحكوم والكثير من التفاصيل؟ تحية طيبة لك مجدداً ومشاهدين والأخ السيد حيدر الموسوي. نعرج على قانون الأحوال الشخصية أو ما يسمى تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2016. يعني كلمة تعديل هو ليس تشريع قانون جديد، إنما هو قانون بال 2016 تم تحديد الجرائم اللي ما مشمولة بالعفو العام، وأيضاً أضاف إلى تشكيل لجنة خاصة بإعادة مو إعادة المحاكم، خلينا نقول قصدك العفو العام. العفو العام إيه لا قلت الأحوال الشخصية لا أكو لجنة تشكلت من مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت بقانون العفو العام. صحيح. لإعادة النظر لمن يدعي أنه مظلوم وانتزعت منه الاعترافات بالقوة. جيد. وأيضا كل من قال بأن وجوده في هذه الأحكام بسبب المخبر السري أيضا تم اللجوء إلى الهيئة القضائية، والهيئة القضائية أعادت المحاكمة ونظرت في أوراقهم وميزت القرار، ومنهم من خرج إفراج ومنهم من أكد الحكم عليه. وبالتالي
مسألة أنه وصوله إلى آخر القرار وهو الإعدام أو سجن المؤبد فهي مرت بأكثر من مرحلة إلى 5 مراحل، وكل مرحلة مرحلة تدوين الأقوال، مرحلة التحقيق، مرحلة بإمكانه أن يطعن بقرار قاضي التحقيق وإحالته إلى الجنح، وبإمكانه أن يطعن بقرار قاضي الجنح، وإذا لم يكن له محامي تندرب له المحكمة محامي، وإذا ظهرت ملفات جديدة يمكن إعادة المحاكمة. فالمحكمة تستنفذ كل قراراتها وكل قوتها القانونية الموجودة. الحدث اللي راح يصير والمطالب به هو فقط فقرة واحدة ستعدل من قانون العفو العام، وهي الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية. بالبرنامج الحكومي السيد رئيس الوزراء توعد على أن يعدل الفقرة الرابعة من قانون العفو العام. احنا عندنا بعض الجهات هم فجروا وقاموا بتخريب البنى التحتية للدولة وقاموا مقاتلة القوات العراقية الأمنية، هؤلاء غير مشمولين بالعفو العام، ولكن توجد فئات يبدو أنها لا هي مقاتلة للقوات الأمنية ولا هي مخربة، ولكن يعتقدون وجد اسمها في سجلات التنظيمات الإرهابية. ما هو دورهم؟ هل يعتبرون إرهابيون أم غير إرهابيون؟ وهنالك فئة لا يوجد اسمائهم في سجلات التنظيمات الإرهابية وهم غير مشتركين بقتال القوات العراقية، هؤلاء هم يفترض أن يخرجوا حسب التعديل. ولكن بعض يعني مثلا من ساعد او دعم التنظيمات الارهابيه يعتبر ارهابي، هذا اكيد يعتبر ارهابي، من وجد اسمه في سجلات داعش ارهابي. اي هذا سيشمل انت تتحدث؟ لا ما راح يشمل هذا زين. ولكن توجد فئات هي اسمها ما موجود بتنظيمات الارهاب، ولا مساهمه بمقاتله القوات الامريكيه، العفو القوات العراقيه، ولا مستوليه على اموال الدوله. اذا ليش محكوم؟ اذا محكوم. البعض يبرر ليش محكوم على البعض يبرر موقوف. لا محكوم لتهمه محكوم. لتهمه غير مشهوده انه قام بعمليات ارهابيه ولكن غير مشهوده. اكو هيك ناس محكومين؟ اكيد العمليات الارهابيه في الموصل ليس لا توجد تقنيه في ذلك الوقت ولا توجد كاميرات ولا صح. فهي معركه ممكن ان تلقي القبض على شخص كان في التنظيمات الارهابيه ولكن ليس بالجرم المشهود، يعني ما لزمنا قاتل، لزمنا جالس مع القوات داعش زين، ونرجع ملفات اسمه ما موجود في داعش ولا هو قاتل مع داعش، ما شفنا قاتل مع داعش، ما هو مصيره هذا؟ هذه الفئه يعني يرغبون في اخراجها، على العلم هذه الفئه ممكن ان تكون مشتركه مع تنظيمات داعش. اي هو احنا نسال وانا اجزم لك هو اللي قاعد مع داعش يعني بمعركه وقاعد مع تنظيمات داعش شنو مثلا يسوي؟ بس هو من ترجع على الواقع لا اسمه بالسجل ولا لقينا يقاتل ولا الى اخره، هذه الفئه وهي خطره جدا طبعا بالتاكيد. وشنو مصيرهم قانونيا؟ هذا قانونيا هم محكومين يريدون اخراج بقانون العفو، العفو على هذا الاساس على هذه الفئه فقط، يريدون اخراج هذه الفئه اللي هي اصلا كانت مع تنظيم داعش ولكن عند إلقاء القبض لم يجدهم في مرحلة القتال ولم يجدهم في مرحلة التخريب ولا توجد اسمهم في سجلات داعش. سؤالي هم ما مدى جلوسهم في هذه التنظيمات؟ البعض يبرر لهم أنه كان داعش يرغم العوائل على عدم الإخراج من مدينة الموصل وبالتالي هؤلاء كانوا ضحية، فالكل يفسر إلى جانب. طبعا نحن أمام الله نتمنى أن كل مظلوم أن يخرج وأن يلقى العدالة، ولكن مثل ما تفضلت سيادة القضاء العراقي تستنفذ كل القوى أو كل القوانين وكل القرارات وكل الطعون يلا تصل إلى الأحكام جي. فما ممكن القضاء يصدر قرارات عشوائية. الشيخ مزاحم الحويت أحد شيوخ المحافظات الغربية، أرحب بحضرتك في حصاد الأيام. سهلا، أهلا بجنابك الشيخ. السياسيين القيادات السياسية في المناطق الغربية كانوا يعني جمهورهم يتأثر كثيرا بموضوع العفو، وهم مهتمين كثيرا بموضوع العفو العام لسبب أنه أعداد كثيرة من تلك المناطق خلال فترة الحرب وغيرها مهتمين كثيرا هذا أمام جمهورهم. اليوم نشوف أكو مطالبات من قبل القيادات السنية بعدم حضور نوابهم إلى جلسة يوم الأحد اللي تتضمن القراءة الثانية لقانون العفو العام، لأنه ما متضمنه التصويت على أو اختيار الشخصية لرئاسة مجلس النواب. أنا أسأل، المصالح الشخصية صارت أهم من قضية المكون اللي كانوا يدعون بها خلال هذه السنوات؟ نعم، تحية لك أستاذ ولضيوفك الكرام والسادة المشاهدين وقناتكم الموقرة. طبعا موضوع قانون العفو والكتل السياسية السنية طبعا هي بداية دعاية انتخابية، وهذه منذ سنوات احنا نستمعها عندما تتقرب موضوع الانتخابات تبدأ هاي القضية. اثنين،
اليوم إذا العفو يشمل إذا هناك ناس أبرياء، نعم ربما هناك أبرياء تم اعتقالهم بسبب خلافات عشائرية، بسبب خلافات عائلية، أكو ناس اعتقلوا، بس لا القوات لا تعرف هذول دواعش أم مو دواعش، الحشد لا يعرف هذول دواعش أم مو دواعش، حتى القضاء نفسه، لكن من يتم اعتقالهم يجون ناس مثل ما تحدث الأخوة أنه مخبر سري أو يتحدث أنه هذا داعشي وبيناتهم خلافات، لأن أكو صارت خلافات كثيرة بالمحافظات الغربية، أكو من خطب له مرة ومانطوها وراح وأخوها عند، ومن جهة داعش سوى أخوها داعشي، وأكو منه ما عزموا، أكو منه يطلبوا مبالغ مالية، أكو منهم شركاء، أكو كثير من المواضيع. لكن إحنا اليوم من تفضلت جنابك أنه هناك كتل على مقاطعتها أنه ما تحضر، طبعا أكو بعض من الكتل هي تعلم جيدا أنه قانون العفو إذا قر راح تحصل خلافات ومشاكل في المحافظات الغربية. إحنا مع إطلاق سراح البريء، أنا أقول لك إياها، ومع إطلاق سراح كل واحد مظلوم وما لم تتلطخ إيديه ولا يكون داعش، أنا ما لي علاقة بالإرهاب. المعترضين هو هذه الكتل تعرف إذا انكر قانون العفو العام راح تحصل مشاكل. بس اللي الخلافات اليوم داخل البيت السني خلافات على منصب رئيس البرلمان دخلوها بقانون العفو. بعض هذه الجهات اللي اعترضت تقول انه تعرف اذا انقر قانون العفو العام راح تحصل مشاكل في محافظاتنا، شنو هذه المشاكل؟ لا شوف اكو ناس تتواعد هسه حاليا، اكو ناس في انتظار من قتلوا ابنائهم، يعني اليوم اذا هو يعرفونه وشايفينه وعليه شهود هو قام بارتكاب جريمه قتل، صح عند القضاء ما اعترف، يجو ربما صح اذا حققوا مع القضاء والقوات الامنيه، بس لكن هم جزء عشائريا يعرفون انه هذا ابنهم انقتل على ايد هذا الارهابي، هذا اذا طلع راح يصير ربما يجي واحد يطش بطلقه وخليه يولي، هذا اللي راح يصير، واحنا نتوقعها راح يصير، راح نتوقعها بدال ما ينفذ بحكم الاعدام وهالضجه هذه وهالخبصه هذه، وسووا ضجه على رئيس الجمهوريه وعلى القضاء وعلى الاطار وشون تنفيذ حكم الاعدام، لا باكر خلوا يطلعون، شوف هم العشائر راح تصفيهم لان هذول دواعش قتلوا العالم، ذوي الشهداء راح يشوفون من قتل ابنائهم امام نظرهم يتجول كيف راح يتحمل، اللي رايح له بيته اللي متدمر له يعني كيف هذول راح هذا. لكن انا اقول لك اياها استاذ العزيز، شوف واحدة من النقاط اللي مفروضة على بعض القيادات السنية هي تركيا، هي اللي فارضة على بعض القيادات السنية على قانون العفو. انا اقول لك اياها ليش، الجانب اللي مع تركيا هو الاكثر واحد قاعد يطالب بقانون العفو. يا اخي يعني الشارع ايضا احتار، شنو مطلب الجماعه؟ من باب ينادون انه العفو 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 العفو، وين العفو وابنائنا مظلومين مضطهدين ابرياء في السجون محكومين في السجون، من باب تجي القانون العفو تخليه بجدول اعمال مجلس النواب تجي تهدد بمقاطعه الجلسه، المقاطع شنو يريد؟ نعم اللي يهددون مقاطعه الجلسه هم وصلوا الى موضوع معين وهم هددوا بمقاطعة الجلسة، لأن الجلسة مال التصويت على قانون العفو ومن قبل البرلمان وباتفاق مع الأخوة في الإطار التنسيقي والكرد وبعض ممثلي المكونات هناك اتفاق مسبق، لكن بعض الكتل السياسية السنية تنظر انه اذا تم التصويت على قانون العفو راح جهه سياسيه هي من تظهر وتصرح انه هي من قامت بهذا الموضوع، وهاي الكتل السياسيه اللي هي الطالب وحيل محترقه على الموضوع هي قريبه على تركيا، بعض من الكتل السنيه هي اللي اعلنت المقاطعه، احنا نشوف انه ما راح يكون هناك تصويت لقانون العفو الا إعادة حوار مرة أخرى، ربما إذا صار التصويت على قانون العفو راح يكون هناك بيان لبعض الكتل السنية.
بس اليوم الشارع السني هو الأكثرية مع ضد التصويت على قانون العفو، وأما اللي هو عنده ناس ومسجونين ومعتقلين وهذا هو مع قانون العفو. إحنا مو ضد، لكن إحنا نقول إنه إحنا مع إطلاق سراح البريء. ممتاز. البريء يجب أن يكون هناك قبل إطلاق سراحه يتم من قبل القوات الأمنية، القضاء، الحشد الشعبي، الاستخبارات، الأمن الوطني، المخابرات، الجميع، انه يبررون انه هذا الشخص بريء. ذاك الوقت خلي يروح واضح اذا يريد يطلق الكل اليوم يتفق صراحه او يعيدون محاكمته. اما والله هو ينعاد محاكمته ويقضب له محامين او بالقضاء تنعاد المحكمه الى القضاء مره اخرى ويطلع افراج، والله هي هذه زحمه. لكن احنا املنا كبير بالقضاء، والقضاء هو صمام الأمان للعراق، وقواتنا الأمنية هي من تحافظ على سيادة وأرضنا وحماية الشعب من العمليات الأرهابية. هذا الأمر قيادات المكون السني طالب به، سياسيين يطالبون به، حتى ذا القيادات السنية طالب به والسياسيين يطالبون به. اليوم هناك خلاف داخل البيت السني على هذا الموضوع. جيد. أنا أقول لك جيد سيد حيدر، على ما يبدو اليوم البيت السني أو المكون السني منقسم وغير متفق حتى على قانون العفو العام، شنو أسباب هذا الاختلاف؟ يعني كما تعلم أن هنالك خلافات حول رؤية طريقة إقرار هذا القانون والتفاصيل الداخلة في هذا القانون. بعض القوى السياسية السنية مثل ما أشار الشيخ حازم أنها تعتقد بأنها لا تريد أن يكون هنالك يعني إسراع بإقرار القانون الذي يضمن إطلاق سراح الأبرياء الذين لم يثبت عليهم شيء وظلموا لأسباب معينة بشكل أو بآخر وفق هذا. بعض الآخر لا يريد أن يستخدم هذا الموضوع كورقة لكسب المزيد من الجمهور، و يشعر الجمهور أو حاضنة معينة وقادة معينة بأنه هو المدافع الوحيد عن حق السنة. يعني في هذه الجزئية هم يريدون أن يصوروا أن هناك مظلومية لمجتمع معين أو فئة اجتماعية أو مكون اجتماعي ولن تحل إلا بهذه الطريقة، وأن هذا الشخص الوحيد الذي يطالب بهذا الحق وآخرين لا سكتوا أو يعني لديهم مصالح مع تلك الأطراف الشيعية والكردية وبالتالي لا يريدون أن يذهبوا إلى تورط. وهذا مو دقيق. الخلاف هو إذا كان خلاف قانوني وعلمي ومنطقي وموضوعي هو لا بأس به. يعني إذا بعض الأطراف السياسية داخل هذا المكون تدعي بأن فعلا أن هنالك يعني مسألة موضوعية يجب أن تناقش وأن ينصف أيضا في نفس الوقت ينصف ايضا الضحايا. يعني احنا مو دائما نتحدث هنا من نقول احنا مع حق الابرياء، لكن مو في نفس الوقت ايضا نحن يعني ننتصر للجلاد ونترك الضحيه. يعني انت قبل يومين مو قبل اسبوع تقريبا تم المصادقه او تنفيذ حكم الاعدام بحق من قاموا بتفجير الكراده. نعم صح. ايش صار لحادثه الكراده؟ حادثة كراد ايش قصر لها عشر سنوات مو تقريبا. يعني تتخيل انت يعني هاي المجزرة التي حدثت في هذا المكان، النساء الثكلى، الشباب الذين النساء التي ترملت، تداعيات هذا الموضوع على مستوى آلاف تقريبا من الناس، وشفنا قلبه والدنيا وشعله ومواقع التواصل الاجتماعي نفسهم اللي كانوا يطالبون بالعفو العام اليوم لما مس مصالحهم يقول لك لا حدد المقاطعة الجلسة. على مستوى ان شوف 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 سوى هو هذا الانفجار ايش خلف، على مستوى انه بقت هذه المنطقة لتقريبا قرابة 7 أو 8 سنوات معطلة على المستوى الاقتصادي، وهو فيها قصد يعني بالمناسبة، يعني لأنه هاي كانت تمثل الحركة الاقتصادية والعصب الاقتصادي لفئة معينة ومكون معين. ضربت هذه المنطقة، دمرت محلاتها، ما قام أحد يثق أن يروح لهذا. أنا على المستوى الشخصي يمكن مطاب لها سنوات، يلا بعدين طبيت لها لأن أكو رابة وأكو رعب وأكو خوف من هذا الموضوع. فبالتالي بتصوري انه انت شخص واحد على مود شخص واحد اهاني يعني
انتصر إليه واقلب الدنيا واستخدم وسائل الإعلام واستخدم جيوش إلكترونية ومنصات وأترك ذول الضحايا، أترك من تسبب بمقتل قرابة 1001 في حادثة المسيب في أيام في زيارة 40 بصهريج مفخخ، ومن نفذ بهذا الموضوع ولم ينفذ بحقه حكم الإعدام حتى قبل وقت قريب. 1001 هو 1001 مو 1000 شخص احنا دا نتحدث. اذا كل شخص بحسب متوسط الاسره العراقيه نفترض جدلا هسه اذا كانوا متزوجين يعني 5.6 يعني 5 او 6 تضرروا من نتيجه هذا الوقعه اليوم الضرر، يعني احنا دا نتحدث عن فد 5000 هسه مو 5000 3000 2000 ونص. انا اترك كل صوت ال 2000 ونص واروح ادافع اتمنى الدفاع عن واحد او اثنين او ثلاثه قاموا بهذه المجزره. كل الناس اللي ذبحوا في سبايكر اتركهم. لا لا مو انت اذا تريد تقول اني اليوم اني اريد يعني شاركت بالحياه السياسيه ايمانا بالوضع واني رجل وطني واني ممثل مو فقط للشيعة السنه، انا ممثل للجميع. مثل ما انت تريد تنتصر لفلان والفلان اللي تقول دول مظلومين اخبر عنهم مخبر سري، ومثل ما قال شيخ مزاحم يعني انه اكو فت قضيه عشائريه صايره بيناتهم، خو هاي موجوده ماكو مشكله، هاي يعني عادي هاي مقبوله. انا ما ارضاها يعني انسانيا ما ارضاها، استخاف شو اسمه شرعا ما ارضاها، بس مو معناتها اني يعني اترك حقي واترك حق الملايين الذين ذبحوا بالمفخخات وبالأحزمة الناسفة وقتلوا على مدى سنوات من تنظيم القاعدة وصولا إلى تنظيم داعش إلى ما مررنا به. والله أنه أنا عندي فد مثلا 12000 هم محكومين بالإعدام، ها لازم أنا على الأقل بتصوري أنه فد نص من عندهم أطلعهم حتى تصير عندي فد بروبوغندا بالشارع السني، وبالتالي أنا أصير الممثل الشرعي الوحيد. أنا أريد والآخرين مو وطنيين. أريد أتحدث عن يعني نفاق هذه الشخصيات اليوم اللي تعتبر العفو العام وحقوق المعتقلين والمحكومين قضية أولى وتطالب، واليوم الموضوع لما مس مصلحتهم لأحد قراءة القانون يهدد بعدم المجيء وتوجيه نواب الحضور إلى جلسة مجلس النواب. لا هو التهديد مو على قضية قانون العفو العام، حتى نكون دقيقين، الحديث عن قضية رئاسة مجلس النواب تحديدا. هذا مصلحته. أي لأن هاي مصلحته بالضبط، أحسنت، يعني هذا موضوع آخر. لأن رئاسة مجلس النواب هنا تعتبر يعني مشكلة كبيرة في داخل المكون السني، على الرغم انه رمي الكره في ملعب الاطار التنسيقي، وانه الاطار هو علما انه مو بس الاطار يعني حتى القوى الكرديه، والدليل انه بيان زعيم الحزب الديمقراطي كاك مسعود برزاني في وقته تحدث بيانه مشابه لبيان الاطار التنسيقي، انه يا اخوان اتفقوا على مرشح بعد جولتين صارت بيها مشاكل وصارت بيها يعني ظهرت للاعلام بصوره يعني انه اوهنت حتى حقيقه وضع مجلس النواب البرلمان، يعني قللت من قيمة هذا المجلس حتى على أثرها شكل ولجنة السلوك بالضبط. وبالتالي سيد حيدر هذا الموضوع واضح جدا، لكن أنا اللي أقوله أنه بما أنه قانون العفو العام أمام جمهورك عندك أولوية وخط أحمر، ليش لما الموضوع يمس مصلحتك اليوم تضرب حتى العفو العام عرض الحائط؟ طبعا هاي براغماتية، يعني هاي براغماتية عالية جدا، بل يعني أقوى من البراغماتية، هاي منفعية ومصلحية وآراء بصراحة يعني مو رشيدة بالنسبة للسياسي اللي يريد يروح بهذا الاتجاه. اللي يريد يفكر انه يشتغل من هسه على نفسه ويريد يتعب ويريد يحصل لفت جمهور، خلي يناقش قضايا موضوعية ومنطقية وعلمية، وانه يروح يعني باتجاه تثبيت مصلحة معينة وركيزة أساسية، انه بدال انا ما اروح على هاي الجزئيات خلي اروح انا اوحد البيت مالتي والبيت السني واتفق مع الطرف الاخر مثلا المختلف معي او خصمي او لاخره، حتى نقدر نوصل الى نتيجه وانا اتنازل شويه وهي تنازل شويه ونقدر نوصل الى اتفاق على مرشح تسويه، وبالتالي هنا انت راح تقدر تحرج بقيه القوى اللي تقول انه هي مشبثه بهذا المنصب مع انه هو استحقاق المكون السني. نعم ونحن نقول استحقاق المكون السني ويجب ان يحسم ويجب ان لا يبقى هذا المنصب بالانابه، لكن شريطه انه انت تكون فعلا انه انت جاي بطريقه يعني مهنيه وعلميه، اما ما تروح تشتغل بهالطريقة وتفكر بأنه فقط تفكر بمصلحتك الشخصية على الأقل متفقين على حساب صالح العام إلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد أن الجلسة
يعني بالنهايه حتى لو كسر النصاب هذه القوانين، يعني نتحدث عن قانون العفو العام او قانون تخص الفئات الكرديه وقانون الحشد وقانون كذلك الاهم وهو الاحوال الشخصيه، بتصوري وبتقديري ان الاغلبيه قادره ان تتحقق فيما بعد فيما يخص قضيه قوى الاطار التنسيقي وعدد كبير من المستقلين وعدد من القوى الكرديه وحتى جزء من القوى السنيه، وبالتالي تمر هذه المشاريع القوانين وفق يعني بلورت مشاريع حقيقية تخدم الصالح العام ولا تظلم الصالح العام كما كان يصور مثل قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية. بهذه النقطة أريد أن تقول أستاذ عباس، أستاذ عباس قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام بعض يراها قوانين خطرة، يعني من الممكن أن تحتوي على أمور خطرة فعلا على المجتمع العراقي اليوم. شوف نظرتك لهذه القوانين. نعم، إذا ردنا التحدث على قانون الأحوال الشخصية فهو أصلح للمجتمع بدل من خراب المجتمع، ولدينا أدلة وشواهد كثيرة. نعم، هنالك ثغرات في هذا القانون الحالي النافذ قانون الأحوال الشخصية سنة 1999، هو باقي بالنهاية، لا وباقي ولا تعد ولا تحصى. وأجزم لك سيكون هنالك ثلاث قوانين، جعفري وحنفي والقانون الحالي. نعم، أغلب العراقيين الذين عارضوا جعفري والحنفي سيعدلون على القانون طبعاً الجديد، لأن كثير فيه من الإيجابيات سواء للمرأة وإلى الرجل، خاصة المرأة. حدث توازن فيما بينهم، بدل من أن تكون هنالك كفة عليا هنالك. نعم، توازن ممتاز. يعني اليوم العائلة تنظر ليس مصلحة أنه عدة بنت، ولكن ينظر عند مصلحة ابن الأب اليوم أبنائه من ذكور وإناث ينظر إلى مصلحتهم، فيحتاج إلى قانون يجد توازن ما بين المرأة والرجل. يعني هنالك من قال أن الزواج بتسع سنوات وهي كذبة حقيقة، الآن صار اتفاق على أنه تحديد سن الزواج، تحديد سن الزواج ب14 و15 و16 والزواج قبول وإيجاب مو شرط وليس إجبارا، جزء بالعشرين ما تصير رشيدة، موافقة القاضي وموافقة ولي الأمر. فتسع سنوات هذا الأمر ما موجود. مسألة الإرث أيضا هم كذبة أنه الزوجة ما قالوا الزوجة ما ترث، قالوا البنت ما ترث أصلا، وهذا طبعا يفزع العوائل. بالعكس الزوجة ترث من كل الحصص باستثناء ما مشيد على الأرض، ما مشيد يعني تأخذ قيمة البناء بدل من قيمة الأرض، وهذا له سبب طبعا. شنو سببه؟ أنه إذا توفى الزوج ومن حق الزوجة أن تتزوج وله أولاد حتى لا ينازع، ومن حق زوجها أن يهب لها كل شيء طبعًا قبل أن يتوفى، أن لا ينازع الزوج الجديد أبناء أبنائها اليتامى على السكن المستقرين فيه. حسنت. وهذه الحالة طبعا متواجدة، أنه عائل أب يتوفى وزوجته تروح تتزوج وهذا حقها الشرعي، يأتي زوجها ونازعها على العقار، وبالتالي الأولاد خسروا الأب توفاه الله وخسروا العقار وخسروا الأم لأنها ذهبت مع الزوج ونازعتهم على هذا العقار، وبالتالي هذه مشكلة اجتماعية ستعالج. هذا كيف ممكن لهدم العائلة؟ قانون العفو العام سألتني أنه هو لا قبل أروح العفو العام، إذا كل هاي المميزات بهذا التعديل ليش نشوف هذا الكم الهائل من الاعتراض عليه؟ هنالك أسباب كثيرة لا أريد أن الجميع يعرفها وأولهم السيد. أفضل العفو العام، نجي إلى قانون العفو العام. من تأتي إلى قانون العفو العام أيضا هنالك بعض الفئات، طبعا بمناسبة إحنا مشتغلين بالمحاماة، قرارات القضائية تأتي صعبة إلى أعلى مستويات. نعم، وإذا وجد هنالك خطأ فهنالك تمييز، وإذا وجد هنالك خطأ مخفي وإذا ظهر إلى العلن من حقه أن يطالب بإعادة المحاكمة. فجميع الأمور موجودة قانونا. فأما قانون العفو العام اللي يذهب إلى قانون العفو العام، والعفو الخاص هو يريد أن يتجاوز ويقفز على القانون، يعني يراد له تتعرف الأحكام القضائية هي أخذت طريقها القانوني، والآخرين ينظرون أنه كيف يتجاوزون على القانون أو كيف مررون هذه. نعم، الحالة هنالك في الدستور العراقي من حق البرلمان أن يشرع قانون، إذن يقولون يجب أن نشرع قانون ونقفز على القرارات القضائية، لأن القاضي ملزم بتطبيق القانون. يعني القاضي اليوم القتل هو إعدام، إذا باشر مجلس النواب سوى 5 سنوات القاضي ما يقدر يعدم بعد، لازم يحكم ب5 سنوات. فإذن هذه البوابة القانونية التشريعية يريدون أن يمرون من خلالها، هسه بغض النظر عن التداعيات. نعم، إذا كان هنالك مظلومين فالقضاء هو عادل ويعني انصفهم، واذا كان هنالك شيخ مزاحم يقول يعني ممكن اكو حالات حتى اللي يتقدم الوحده وما ينطوه يروح صحيح، بس يعني ممكن اليوم القضاء يعاقب بالاعدام او المؤبد شخص لمجرد ان يجي يقول لا هذا ارهابي او قانوني. مستحيل ممكن انه يجيب له متفجرات يوضعها في سيارته، هنا بعد صار جرم مشهور، يعني ما يقدر القاضي يعمل على انه هذا كان متقدم لشقيقته وما انطاها، لا بعد تم القاء القبض عليه. وايضا هناك لدينا في القضاء يخفف العقوبه اذا كان صغير، اذا كان صحيفه السوابق مالته نظيفه الى اخره، هاي كلها يراعيها القضاء.
إذا وصل إلى مرحلة إنه يحكم إعدام بحق هذا الشخص، إذا القضاء استنفذ ولسنوات طبعا أحيانا تطول الدعاوى تنظر لسنوات، ممكن أن يكون هنالك بوابة للإفراج عنه. هسه تحدثنا قلنا قبل 10 سنوات موضوع هذا أبو تفجير الكرادي كثير من الحالات. إذا القوانين اللي أصلح إلى المجتمع بدأت تروج على أنها تهدم المجتمع، والقوانين التي ممكن أن تخلخل الوضع أصبحوا ينظرون لها أنها أصلح إلى المجتمع، فهذا يحدده البرلمان ويحدده الشرفاء حقيقة، وإن شاء الله جميعهم شرفاء وينصفون طبقة الشعب العراقي. شيخ مزاحم، قبل أيام يعني بعض القيادات كانت مستعدة للتنازل حتى عن منصب رئاسة البرلمان مقابل أخذ رئاسة الجمهورية، خوفا وحفاظا على أرواح بعض القتلة اللي نفذ بحقهم حكم الإعدام. شلون تنظر إلى هذا الموضوع؟ طبعا بعض القيادات عندما طالبت وتنازلت عن منصب رئيس البرلمان مقابل رئيس الجمهورية، أولا هذا يعد إهانة كبيرة للقضاء العراقي الذي مشهود له في بنزاهته ومشهود له في التاريخ وقواتنا الأمنية. يعني اليوم من يطالب والله هي أنه إحنا نريد نتنازل عن منصب رئيس البرلمان مقابل رئيس الجمهورية حتى لا أحد يوقع على إعدام الإرهابيين. أستاذ العزيز، أريد أنطيك موضوع. اليوم إحنا عندنا في محافظة نينوى جميع اللي تم إصدار الحكم عليهم سواء إعدام أو مؤبد أو جميع أنواع الأحكام اللي صدرت بحقهم، أنا أحكي لك إياها إذا أحكي لك بخصوص الإرهاب، إنما بخصوص الدعاوى الجنائية والقير هذه ما أخذ مجرياتها، إنما بخصوص الإرهاب لا يوجد هناك حكم صدر بحق واحد ظلم، إنما الأحكام اللي صدرت بحق جميع الجميع اللي صدرت بحقوقهم هم كلهم إرهابيين. أنا أحكي لك إياها، القضاء اليوم يعرف إنه هذا إرهابي وهذا مو إرهابي. اليوم مثل ما أكو القوات الأمنية ومعلوماتها عندما تجمع عن الشخص، اليوم القضاء كذلك لديه معلومات عن الشخص إذا هو إرهابي وإذا هو مو إرهابي. سيد حيدر يعني ركز على نقطة أنه اللي قام بتفجيرات الكرادة والمسؤول عنها، تفجيرات المسيب، وهذا الكل اليوم المفروض يتفق على تنفيذ حكم الإعدام بحقه. شنو اللي يجبرني اليوم يحترق قلبي وأتنازل عن منصب رئاسة مجلس النواب والله حتى أحمي هذا وأمثاله؟ يمو هذول شركاء معهم. عجل أريد أقول لك كلام، اللي مثل ما تحدث الأخ عن تفجيرات الكرادة والسيب، زين جرف الصخر السوات، شنو 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 شركاء معهم شيخ؟ اللي يرتكب حق شهداء سبايكر، زين اللي اقتصب اليزيديات في سنجار، شركاء مع منو شيخ مزاحم؟ يعني هذا شلون يريد يطلعونه؟ أخي أريد أقول لك كلام، اليوم أنا قلت لك والأخ يمكن يعني عقب على حديثي، أكو هناك خلافات بين شخص وبين آخر، هذه قبل 2016 بعد 2014 إلى بداية التحرير ونهاية عمليات التحرير، ربما كانت القوات مشغولة بعمليات التحرير، من يقولون هذا إرهابي قبل يروح يعتقلوا القوات تعتقلوا وتحقق معه وجوز هو مو إرهابي ويتعاملون يحيلونه على القضاء وينحال هذا. لكن اليوم أنا أقول لك ياها، القضاء هو العمود الفقري، لا يوجد هناك، يعني أنا أحكي لك ياها في محافظة نينوى وما أعرف بالمحافظات الأخرى، أي واحد انحكم بمادة 4 إرهاب انحكم وهو إرهابي، ما لا يوجد هناك أحد مظلوم. شيخ مزاحم حتى لا يكون لبس بالموضوع، القضاء يتحمل المسؤولية والقوات الأمنية تتحمل، بس إحنا اللي قاعد نشوفه شاكو واحد معتقل أن عرفوا هذا داعشي، يعني شلون راح يطلع؟ بس ما نعرف هاي العملية منين جابوها النواب ومنين طلعون هاي فرارة القضية هذه. أخي والله العظيم شوف اليوم إذا رئاسة الجمهورية ما صادق على أحكام الإعدام، والله ذوي الشهداء ما يعفون من قتل أبنائهم. أنا أقول لك ياها،
ليش احنا عندنا ضباط، عندنا قاده، عندنا نواب، عندنا مسؤولين، عندنا شيوخ عشائر، عندنا رموز، عندنا شخصيات دكاتره، يعني عندنا ناس اخذهم داعش قتلهم، يعني شنو هذا ذنبه؟ يعني هذا دمه يروح وهو داعش باكر يطلع الام وتهلل وتزت فوق الشقليت؟ هذا منو يقبلها؟ هاي اهانه كرامه. هذه احنا عجل دماء الناس اللي قدمت زين، اللي بيته تفجر واللي راح بيته واللي راحت اهله وناسه، يعني شنو هذا؟ للتوضيح شيخ اذا تسمح لي، مع ناس اذا اكو ابرياء هذا منتهين منها، لكن مو اني اروح اجيب اطلع لازم الا اللي 12,000 صدر عليهم حكم الاعدام وهم ضمن سجلات داعش والله اعيدهم وخليهم هم يطلعون مره اخرى ويشكلون لهم قوات ويشكلون لهم خلايا ويقوموا يقتلون بالعالم. اللي طالب بهذول ال 12,000 انا احكي لك اياها، اللي مصدق عليهم من قبل رئاسه الجمهوريه وموضوعهم منتهي هو لا يختلف عنهم، هو شريك معاهم، واللي دور رئاسه الجمهوريه هو يريد يطلع الارهاب. انا اقول لك يعيد لنا السيناريو، لكن هذا الموضوع بعيد عنه ولا احد يتقبله نهائيا. حق الرد مكفول للجميع. شيخ احد شيوخ المحافظات الغربيه الشيخ مزاحم الحويت، اشكرك جزيل الشكر، والباحث في الشؤون السياسيه السيد حيدر الموسوي شكرا جزيلا لك، والخبير القانوني الاستاذ عباس العقابي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ختام محور حديث حلقتنا لهذا اليوم بأبرز ما جاء في منصة إكس حول اغتيال رئيس حركة حماس الشهيد يحيى السنوار، نتابع. مشاهدينا، حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.